أكدت عائلة بوعلاي وقوفها صفا واحدا خلف قيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ضد كل المؤامرات التي تحاك لزعزعة أمن البلاد وضد كل من تسول له نفسه العبث باستقرار الوطن. أعربت العائلة عن استنكارها ورفضها لما بثته قناة الجزيرة القطرية من افتراءات وأكاذيب عن مملكة البحرين، وعاهدت العائلة المولى عز وجل على الولاء لجلالة الملك والثبات على العهد والوفاء بالوعد، مؤكدة أنها رهن إشارة جلالة الملك المفدى ومعه في كل شيء، وأن أبناء العائلة ما هم إلا جنود وأسود يدافعون عن مملكة البحرين الغالية.